إنجاز يتلوه إنجاز في تعز. هذه المدينة التي يحفها النصر من كل الجهات، هذه الجغرافية المقاومة ترتد فيها صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات والهاون والهاوزر التي تطلقها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية من محيط المدينة إلى هجمات عنيفة تعصف بالغزاة وتجردهم من تحصيناتهم. قاموا بعمل هجوم على مواقعنا في الدفاع الجوي، ولكن قواتنا ببسالة وبشجاعتهم صدوا هذا الهجوم ودحروهم وصفوا وطهروا الحمد لله الدفاع الجوي. سلسلة الدفاع الجوي ثاني أهم تحصينات الميليشيا في تعز بعد القصر الجمهوري تهاوت تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة اللذين شن هجوما معاكسا تمكن خلاله من تحرير معظم السلسلة الحصينة، وتجري المعارك لاستئصال ما تبقى من وجود للميليشيا وإحكام السيطرة على المخابئ والمخازن والأسلحة. كعادة الميليشيا حينما تتلقى هزيمة مرة تصب نيرانها على السكان المدنيين في أحياء المدينة. الحصيلة الأولية استشهاد طفلين جراء سقوط قذيفة مدفعية على شارع 24 بمنطقة الدوينة إلى الشمال الغربي من المدينة. إنها التضحيات التي لا تكف المدينة عن تقديمها من أجل التحرير. الدمار في الأحياء التي تحررت حديثا تشهد على حجم الكارثة التي تسبب بها الإنقلابيون، فالمنازل التي لم تدمر بقذائفهم دمرت بالعبوات الناسفة. 15 منزلا تعرضت لهذا النوع من الاستهداف الإجرامي المباشر. 195 منزلا ومنشأة أحصتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. الفريق التابع للمنظمة دخل إلى جانب من حي الجحملية فقط، وبقي أن يزور ما تبقى من أجزاء في هذا الحي بعد أن يتم التخلص من مئات الألغام المزروعة فيه. الكارثة عمت المنازل الخاصة وتضررت جراءها معظم المنشآت الحكومية والإعلامية والأمنية الموجودة في هذا الحي، بينها 4 مدارس إلى جانب المستشفى العسكري. رحلة الثائرين إلى النصر ماضية في تعز، وستطوي حتما كل المظاهر السيئة التي أفرزتها فترة الانقلاب الميليشياوي البغيض.